من اسهل انواع العيش، وهتلاقي مقاديره عندك في البيت على طول. هتعمليه مش بس للشاورما، ينفع كمان نعمل للولاد فيه سندوتشات بطاطس، نعمل فيه اي سندوتشات يتاكل كده بالجبنه، هيبقى حلو قوي. بينا نشوف المقادير. وكمان من مميزات العيش ده ان هو ما بيخمرش، يعني في نص ساعه كده هتقومي تخبزي عيش للعشاء، تحفه جدا وسهل ولذيذ جدا. عندنا المقادير هتكون عباره عن 4 كوبايات من الدقيق، اي دقيق، دقيق متعدد الاستخدام هيبقى حلو جدا معاكي. 4 كوبايات دقيق، هنحط لهم 4 معالق زيت، هحط كمان 1/4 معلقة صغيرة ملح، 1/2 معلقة صغيرة من السكر، 1/2 معلقة من البيكنج باودر، وتقدري تعجني بمية دافية أو بلبن رايب، تمام؟ الاتنين هيبقوا حلوين معاكي. تعالوا بينا بقى ناخد المكونات بتاعتنا. الدقيق اللي احنا نخلينه كويس قوي، وحط معاه السكر الملح، ده كده السكر والبيكنج باودر، ونحط الملح كمان. يلا بينا نحط الملح. تمام، الملح هيبقى حوالي 1/4 معلقة من الملح. حطينا كل المكونات الجافة، يلا بينا نقفل ونبتدي نقلب الخليط مع بعضه. لو هتعجني لازم تعجني بمية دافية، ليه؟ علشان بتخلي العجينة معاكي ترتاح وتفك اسرع. كمان دخلوا لي معلقه خل يا جماعه، ضروري، ها، معلقه خل. طيب تمام، فين دي؟ طيب حاضر. مش مشكله، عندي هنا خل، هاخد منه معلقه. فايده الخل هيعمل ايه؟ هيخلي العجينه بتاعتي كل ما افردها ما تكشش، ما تلمش، تتفرد معاكي بسهوله. كمان الميه السخنه هتساعد في الموضوع ده، علشان كتير بنشتكي انا بفرد العجينه بترجع تكش معايا تاني، فهنحط الميه دافيه ونحط معلقه من الخل في العجينه علشان تظبط معانا. تعالوا بينا بقى احط الزيت، قلنا 4 معالق كبار من الزيت، واحط كمان معلقة من الخل، معلقة كبيرة من الخل، وابتدي اعجن وانا بنزل المية الدافية. عجنت 6 7 دقايق علشان العجينه تبقى جاهزه معانا، العجينه تكون طريه. انا عايزه اوريكم كده العجينه شكلها عامل ازاي. طبعا هي لسه ما كملتش عجن بتاعها، فبصوا العجينه لسه بتلزق شويه، فمحتاجه تكمل العجن بتاعها، تمام، لسه كمان مخرزه، فهتتعجن حوالي 6 7 دقايق لغايه ما نلاقي العجينه ايه، لمت مع بعض، بس تكون مش ملزقه للدرجه دي بقى، هتكون لسه بتلزق حاجة بسيطة، ده المطلوب. هي كده لو فضلت كده لغاية ما خلصتي وقت العجن كله، لا ضيفي لها معلقة ولا معلقتين من الدقيق علشان تلم معاكي بيهم. أهم حاجة في النهاية تكون عجينة طرية على قد ما تقدري، بس ما تكونش بتلزق للدرجة دي، تمام؟ ما تضيفيش الدقيق غير لما تحسي لو لقيتيها ملزقة قوي كده، بس ما تضيفيهوش، يعني مش هضيفه دلوقتي، لازم اسيبها تعجن الوقت بتاعها كله، لانها بعد وقت العجن العجينه بتلم مع بعض وما بتبقاش احيانا كتير ما بتحتاجش لدقيق زياده، تمام؟ تعالوا بينا بقى نكمل العجن بتاعنا. وبعد ما تتعجن، دي عجينه ما فيهاش خميره، يعني مش محتاج ان انا اسيبها تتخمر، كل اللي محتاجاه ان انا اسيبها ترتاح علشان تتفرد معايا بسهوله، تمام؟ بعد ما بترتاح هكورها كور زي ما انتم شايفين كده، متساويه قد البيضه البلدي، وبنبتدي بعد كده نسيبها ترتاح تاني 10 دقايق بعد ما كورها،
وبعدين نبتدي نفرد. يلا بنفرد العجينة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين العجينة سهلة الفرد خالص، قلنا كل الأسباب علشان تخليها معاكي تتفرد وما تكشش. هرقق العجينة بتاعتي، وتعالوا نحط بقى ايه طاسة تكون ما بتلزقش على النار، واسيبها تسخن كويس. من اسباب نجاح العيش ده ان التسوية تبقى مظبوطة. اي عيش عايزاه يطلع معاكي طري لازم يكون النار عالية. نار واطية يعني هتبتدي تمتص الرطوبة اللي في العجينة بتاعتك وتنشف العيش ايا كانت كنت عاملاه ازاي. انا عايزة اوريكم حاجة مهمة هنا. ده كده خلاص اتفرد. بصوا العجينة زي ما بقول لكم فيها تلزيقة بسيطة اهي. بصي العجينة بتلزق في ايديا بسيط ازاي. يا بصوا بمسكها اهي فيها تلزيقة بسيطة. تمام هو ده المطلوب. تعالوا بينا بقى نديها رشة بسيطة من الدقيق كده على الرخامة ونبتدي نفردها. هتلاحظي واحنا بنفرد ان العجينة على طول بتتفرد معاكي بكل سهولة، ما بترجعش ما بتردش تاني، مش عاملة زي الاستك كل ما تفرديها تلم. ده علشان زي ما اتفقنا عجننا كويس، حطينا معلقة خل وكمان عجننا بمية دافية. ومن وقت للتاني ارفعي كده، ولو حسيتي ان هي بتلزق بسيط ادي رشة بسيطة من الدقيق. خلاص كده احنا جاهزين، وتعالوا نشوف اخبار الطاسة سخنت ولا لا. هاخد كده دقيق، هي الطاسة فاضية بس هعرف ان كانت سخنت ولا لا. لسه شوية محتاجين زي ما قلنا ان الطاسة تكون سخنة جدا علشان لما نحط العيش بتاعنا ده رقاق او نقول عيش الصاج، عامل زي الرقاق بالظبط، محتاج يا دوبك احطه يا دوبك اقلبه الناحية التانية. تعالوا يلا بينا نجرب اول رغيف. بسم الله. مش محتاجين ولا ندهن ولا نعمل اي حاجة، احنا هنسوي على طول. واول ما تحسي كده ان العيش بدأ ياخد كده شكل التسوية من تحت نقلب على طول الناحية التانية. بسم الله. يلا هوب. كل ما سويتي على درجة حرارة عالية هتاخدي نتيجة أحسن، هتاخدي عيش طري مش عيش ناشف. تمام. هو طبعا ما بيقبش عيش الصاج، ما بيقبش، بتلاقي بس في ايه بلالين صغننة كده جنب بعض، فقاقيع صغيرة ويا دوبك يدي معاكي اللون. شايفين اللي هو اللون الأصفر الفاتح في النقط دي كده، خلاص هو كده جاهز معانا. يا بصوا لو الكاميرا تجيبها تلاقي فيه ألوان كده ايه أصفر كده بسيط كده. تمام جدا جدا. يلا نرفع ده، وزي ما انتم شايفين بصوا طالع عامل ازاي، طري جدا جدا اهو زي الفل. تعالوا بينا بقى على طول وهو سخن كده نحط في طبق ونغطي في كيس كده تلاجة مفتوح وعليه فوطة نظيفة علشان يفضل طري. وناخد التاني. يلا بسم الله. كل ده النار عالية. ولا اسهل من كده. زي ما قلنا العيش ده مش بس بتاع الشاورما، العيش ده تقدري تاكلي بيه او تعمليه للولاد سندوتشات باي حاجة هيعجبهم جدا. ما فيهوش خميرة يعني ما فيهوش وقت تخمير، فمش هياخد معاكي وقت خالص. يلا نقلب. بسم الله. ولا اسهل من كده، تحفه جدا جدا وسهل جدا جدا. ممكن نعمله لولاد سندوتشات جبنه ونحطها في التوستر، الجبنه هتسيح جوه العيش وهيبقى طعمه حكايه. شايفين الجمال؟ هايل. ولا اسهل من كده ولا احلى من كده، وطري ولذيذ. بصوا عامل ازاي، طري جدا جدا اهو بيتطبق والدنيا زي الفل. تمام. وعلى طول وعشان نحافظ عليه يفضل طري زي ما انتم شايفين كده، كيس
فاتحينه كيس ثلاجه مفتوح، وهبتدي ارصهم على بعض في طبق واغطي بالكيس والفوطه علشان يفضلوا معايا تراي لغايه اخر واحد. اقدر اشيله كمان في الفريزر يقعد معايا مش هيجرى له اي حاجه.